السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ ان شاء الله في فيديو النهارده هنبدا نتكلم على اللايرز في الداتا ابستراكشن. في الفيديو اللي فات اتكلمنا ان احنا عندنا 3 لايرز. اتكلمنا عندنا من تحت خالص فيزيكال لاير اللي هي بتبقى مسؤوله عن الفايل سيستم والفيزيكال انتراكشن. كده اتكلمنا ان عندنا ميدل لاير اللي هي كونسبشوال لاير او بيسموها لوجيكال لاير، وعندنا فيو لاير. اوكي، والفيو لير هنتكلم عليها بعدين، بس هي ممكن يبقى فيها اكتر من ريبورت او اكتر من فيو. اوكي، طيب اول لير اللي هي الفيزيكال لير. اوكي، اللي احنا هنتكلم في الفيديو ده عن الفيزيكال لير بس. اوكي، الفيزيكال لير هي في الاخر، في ناس بيسميها برضه الانترنال، دي معلومه قلناها، احنا قلنا ان هي لو ليفل او فيزيكال او انترنال كمعلومه. طيب هي في الاخر هي اللوست ليفل في اي داتا لير. اوكي، طيب حاجه ثانيه هي بتديسكرايب هاو داتا از ستورد. خد بالك في السؤال، عشان بعدين هنشوف اللوجيكال لير مثلا بيجاوب على سؤال تاني، بس احنا بنتكلم الفيزيكال لير بتتكلم عن ايه؟ هاو داتا ستورج، فهي بتجاوب على سؤال هاو. اوكي، طيب حاجه ثانيه بتديسكرايب الاستراكشر بتاع الداتا عامل ازاي. حاجه كمان الفيزيكال لير بتخليك لو انت دلوقتي عايز تعدل حاجه في الفيزيكال لير، اليوزر مش محتاج يهد اللوجيكال لير، ودي فكره الابستراكشن. انا عندي لير انترميديت، عندنا اللي هي اللوجيكال لير، وعندي الفيزيكال لير. لو انا عايز اعدل حاجه في الداتا لير تحت، عايز اعدل ستورج، عايز اعدل حاجه في الفيزيكال لير، مش محتاج انا اهد الفيزيكال لير دي، او سوري اللوجيكال لير دي. فدي جزء مهم جدا يعني. طيب ولا عايز اعدل سكيمز والكلام ده، انا عايز اعدل حاجه من تحت، مش محتاج انا اعدل الانترميديت لير. طيب التشنجز دي قد تكون ايه؟ ان انا محتاج ان انا مثلا اللي انا بتطشها في الفيزيكال لير. اول حاجه ممكن ان انا عايز احط نيو ستورج ديفايس، ايه علاقه ده باللوجيكال لير؟ وخلينا نقول نقطه مهمه هنا. النقطه المهمه هنا ايه؟ الاكزامبل قلناه في الفيديو اللي فات، لو انا عندي دلوقتي سي اس في فايل، وانا عندي 10 فايلات محطوطين في هاردوير معين، فايلات دي كترت، لو عاوزني ادخل فايل جديد الابلكيشن بتاعي محتاج يهندل المكان الجديد اللي هيقرا منه. نفترض بتكلم يعني مثال سيمبل يعني، بس انا نفترض عندي داتا بيز بقى دلوقتي وعايز احط سيرفر جديد مثلا او داتا ستورج زياده، مش محتاج تهد اللوجيكال لير او اصلا مش هتاثر يعني. فهحط النيو ستورج لير في الفيزيكال، الانجن هيعرف الكلام ده واللوجيكال لير مش هيتاثر. ودي نقطه مهمه جدا. النقطة كمان هي لو أنا عايز أتشينج الاستراكشر بتاع الداتا مثلا، يعني نفترض بشكل ما، هدي مثال سيمبل يعني، وده ينطبق مثلا على هايف مثلا. دلوقتي أنا عندي داتا تيبل محفوظ مثلا، أو الداتا فيه موجودة بشكل باركيه مثلا، محفوظة بباركيه فورمات، وعايز أحوله من باركيه لأو آر سي أو تكست فايل، خلينا نقول سي إس في فايل. هل ده هيهد الداتا موديل بتاعي؟ لا، ممكن بتتشينج وبتعدل اللوجيك، بس في الاخر اللوجيك اللي هي بتفضل تقريبا زي ما هي. انا بقول كمثال، ممكن في تفاصيل محتاج تعدل لو انت عندك كومبلكسيتي في الفايل او في ديبندنسي على تيبل تاني، بس خلينا نقول بشكل سيمبل يعني. طيب حاجه كمان، لو انا عايز اتشينج الفايل تايب مثلا، ده المثال اللي قلته، عايز اتشينج الاكسس ميثود مثلا. دلوقتي انا عندي نفترض ان انا باكسس في الجوريزم معين بتاكسس الداتا دي، او انت عايز تغير الداتا اكسس ميثود، هل دي محتاج انك انت تتاتش لوجيكال لير؟ لا مش محتاج. اوكي، طيب حاجه كمان، عايز تعدل اندكس، يعني انت عندك تيبل اندكس. اوكي، وانا عايز ازود اندكس او نقص اندكس او اعدل اندكس، هل ده هيعدل في اللوجيكال لير حاجه؟ لا مش المفروض يعدل حاجه. اوكي، طيب عايز ازود الكومبريشن، عايز احط كومبريشن تكنيك، يعني نفترض ان انت محتاج تزود كومبريشن تكنيك، هل ده هياثر على اللوجيكال لير؟ لا مش هيتاتشو اصلا. اوكي، طيب تعالوا ناخد اكزامبل، ماشي، واكزامبل على الفيزيكال لير شرحناها. عند داتا بيز جواها البرودكت انفورميشن داتا. اوكي، برودكت اي برودكت عامه يعني. طيب الفيزيكال لير هتديسكرايب ايه في الحته دي؟ هتقول لك الاستورج ميكانيزم، ماشي، هتقول لك ايه والبلوكس بتاعتي، سواء بايتس او جيجا بايتس او تيرا بايتس. هنا بلوكس مقصود بيها في كونسبت هدوب، احنا عندنا الداتا اسمها بلوكس، ونفس الكلام على معظم الداتا بيزز. فالفيزيكال لير بتبقى كير اباوت الحته دي، البلوكس شكلها عامل ازاي والستورج ميكانيزم. الحاجه الثانيه اماونت اوف ميموري يوز، لو انت عايز بتسيك داتا مين اللي بيحدد اماونت اوف ميموري يوز والكلام ده، هي الفيزيكال لير. حاجه كمان اللير دي غالبا، احنا يعني بنقول غالبا هي ابستراكتد فروم ذا بروجرامرز، يعني انت مش محتاج دايما لما تستخدم هادوب مثلا، مش محتاج كل مره انك انت عشان تعدل تعديل تعرف كل تفصيل في الحته دي. احيانا بتعمل تعديل انت فاهمه وعارف مين بيعدله، بس انت مش محتاج انك انت تهده او تبنيه او تعرف تفاصيله شغال ازاي.
وهنتكلم بعدين نيجي نتكلم في الداتابيز او هدوب ايه المعلومات اللي انت محتاج تكون عارفها، والمعلومات انت بس مش محتاج تكون عارف، محتاج تعرف ان جنرال بس مش تفصيلها. احنا كده في الفيديو القصير ده احنا اتكلمنا على ايه هي الفيزيكال لاير، وقلنا هي بتجاوب على السؤال اللي هو هاو. بعد كده اتكلمنا على الفيزيكال لاير بتكونتين ايه هي مكوناتها، ودينا اكزامبل عليها اللي هو البرودكت اكزامبل. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على اللوجيكال لاير. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.